ما ينفع. دراوي دراوي ينطلق دراوي ينطلق دراوي ينطلق دراوي ينطلق لانكازي وجه الكرة انتهى لحيط عتوكا. إذا كان هناك لاعبا واحدا في بيت العميد الذي يحقق الإجماع بطريقة لاعبه التي كانت من عالم آخر في زمانه فهو بدون شك اللاعب الكبير والموهوب المرحوم رحمة الله عليه عيسى دراوي. هذا اللاعب الذي سبق ميسي ورونالدينيو ورونالدو بفنياته ومراوغاته المجنونة وسرعته الفائقة حتى أنه شبه باللاعب البرازيلي الكبير ومعاصره في ذلك الوقت غارينجا. ولد عيسى يوم 31 جانفي عام 1950 بسكيكدا، وبدأ ممارسة كرة القدم في فريق ولايته شبيبة سكيكدا، وذلك إلى غاية 1972 حين التحق بفريق شباب قسنطينة كلاعب مغمور لا يعرفه إلا القليل، لكن شاءت الصدف أن يستدعى في تلك الصائفة لأداء واجب الخدمة الوطنية بالجزائر العاصمة لينضم إلى مولودية الجزائر. دراوي 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 جيب دراوي وقف الأول يفتح فتحة وانطلقة. في مولودية الجزائر فجر دراوي إمكانياته الكبيرة حيث وجد فيها الميدان الخصب لذلك إلى جانب عمالقة آخرين مثل بطروني بوسري باشطة والشاب أنذاك علي بن شيخ الذين كونوا جميعا فريق المولودية الكبير الذي سيطر على الكرة الجزائرية والإفريقية في سنوات السبعينيات بإحرازه الثلاثية التاريخية من عام 1976. فنيات دراوي لم تمر مرور الكرام على المدرب الوطني أنذاك المرحوم سعيد عمارة الذي استدعاه سنة 1973 للمشاركة في تصفية كأس أمم إفريقيا ليبدأ مشواره الدولي بلقاء أوغندا بملعب كامبالا. واصل المرحوم مشواره بالمولودية إلى غاية ما سمي بالإصلاح الرياضي سنة 1977 والذي كان في الحقيقة بداية موت الكرة الجزائرية التي سقطت بين أيدي كل من لا علاقة لهم بعالم الكرة والتي نعيش إلى غاية يومنا هذا آثار تلك السياسة. رائع دراوي رائع حار يا سلام روعة روعة خارقة للعادة يا سلام على الذكاء والبراعة الفنية الهائلة والتمريرة الجميلة والتصويبة الهائلة أربع أهداف نظيفة في شباك. يبقى اسم عيسى دراوي خالدا لدى شعب المولودية بفضل ما قدمه للفريق طيلة الخمس سنوات التي قضاها فيه، تحصل خلالها على بطولتين وطنيتين، كأسين للجمهورية، بطولة إفريقية، كأس مغاربية، وميدالية ذهبية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط عام 1975، متحصلا خلالها على لقب فردي كأحسن لاعب. غادر دراوي المولودية ليلتحق بمسقط رأسه سكيكدا حيث أصبح لا يطيق العيش بعيدا عن عائلته التي كانت الملاذ الوحيد له، خاصة وأن المرحوم كان شخص جد حساس يعيش معاناة نفسية كبيرة لم ينتبه لها محيطه في المولودية، أو نقول أن الجميع أغمض عينيه عنها وترك عيسى يسقط في بئر عميق دون أن يتمكن من الخروج منه. انتقل عيسى إلى جوار ربه بتاريخ 22 جويلية عام 2006 عن عمر يناهز 56 سنة بعد تعرضه لنوبة عصبية نقل على إثرها إلى مستشفى جبل الوحش بقسنطينة أين وافته المنية وتنقل إلى رحمة الله تعالى. نم قرير العين أيها الفنان الذي عشقت الكرة لحد الجنون فأحبك الجمهور ولن ينساك أبدا. Thank you.